يعد هذا العرش هو أهم عرش على مدى 500 سنة في الصين. من يملك هناك يملك العالم. كتب السيد جو جاجين الذي كان يعمل في القصر الإمبراطوري هذه الكلمات عندما رأى عرش الإمبراطور في قصر تايخو لأول مرة. يقول: في عام 1959 رأيته الشكل الأصلي الداخلي لقصر تايخو عبر الصورة القديمة المأخوذة في أحد الإمبراطور خونشي 26. في الصورة رأيت كرسيا كبيرا منقوشا بالذهب وتنانين، إنه عرش الإمبراطور. العرش رمز الإمبراطور وهو السيد الأوحد للعالم. لا يوجد عرش آخر تبلغ مساحته 2377 مترا مربعا إلا في القصر تايخو، بل ويمتد حتى ميدان تايخو، والتركيز كله منصب على العرش، إذ يحمل عاليا على 7 درجات ويحاط بالمباخر والعيدان الفخور والحيوانات الميمونة. الكركي يجلب الصحة والعمر المديد للإمبراطور، والفيل يرمز إلى استقرار البلاد. بالداخل الجرى الخذافية هبوبا غذائية. الفيل يحمل الجرى كعلامة على الحصاد الوفير والبركة، كلها معاني حول السلام. لودوان نوع من الوحوش بالأساطير يستطيع كشف الحقيقة، ما يمكن الإمبراطور إخضاع العالم. تلك الخلفية الحاجزة وضعت خلف العرش عندما يبتلت أسرة جو الحكم، وترمز إلى عظمة وسلطان الإمبراطور. لكن أهم عرش جرى استبداله بيونشيكاي في عام 1915، ومنذ ذلك الحين لم يعرف أحد مكان العرش. وفقا لهذه الصورة وبعد البحث، وجد هذا الكرسي المحطم المنقوش بالذهب والتنانين في مخزن قصر الإمبراطوري. في عام 1963 قرر القصر الإمبراطوري إصلاح العرش. مع أن العرش في قمة الروضة، لكنه ليس مريحا في الجلوس، وهناك 13 تنينا تذكر الإمبراطورة كل لحظة بأن الإمبراطورة لا يجلس على العرش فحسب، بل يملك العالم بأسره. مركز ثقل البلاد يقع في المدينة المحرمة، ومركز الثقل للمدينة المحرمة هو قصر تايخو. أما مركز قصر تايخو فهو الجالس على هذا العرش. من الخلفية الحاجزة مرارا بالنهر تشينشي الداخلي وبوابة تشينشين والنهر تشينشي الخارجي إلى جبل جينشان وسور الصين العظيم والنهر الأصفر والنهر اليانغتزي، كلها تشكل أمواج متلاطمة تأخذ الأوامر الإمبراطورية لتنشرها في أنحاء البلاد.